يقول منذ مدة كانت عندي إبل، وفي ذات يوم وبعد استيقاظي من النوم وجدتها أمام منزلي فنحرتها وهي ثابتة لا تتحرك وهي في حالة الجلوس بعد ذكر الله والتسمية، واندفع الدم ثم خرج البول بعده فشككت فيها، فأخبرت من حولي أني بريء من أكلها، فأفتى البعض بالأكل أو بجواز أكلها فأكلوا منها، فما الحكم؟ ما دام أنك نحرتها وفيها حياة، فيها حياة ونحرتها، قطعت المري والحلقوم وأحد الوديجين وخرج منها دم يدفق ويشخب، فهذه زكاة شرعية حل بها الحيوان. أما إذا كانك ما ذكيتها إلا بعد ما ماتت أو لم يبق فيها إلا حياة يسيرة على سبيل الزوال كحياة المذبوح، هذه لا تحل لأنها ميتة لم تدركها الزكاة. نعم.